أهلا وسهلا بك على قناة نيشان الآن. تفضل أخويا يوسف، مرحبا بك. مرحبا بالخوت والمتبعين ديالنا داخل الوطن خارج الوطن، مرحبا بخوتنا وحبابنا كاع الناس اللي كيتابعونا ويتابعوا الصحافة ديالنا، مرحبا بكم. أخويا يوسف، بغينا نتعرفوا عليك أكثر ونعرفوا شنو الضغوط شنو الخدمات ونعرفوا معاك هذا العالم ديال ما يسمى العالم الروحاني. يوسف ولد الميم عايشة معروف، ودري إن شاء الله ولد الميم عايشة معروف داخل الوطن وخارج الوطن. تفضل أخويا يوسف، كمل لينا. يوسف ولد الميم عايشة كما كتشوفو كنديرو التباطيل، سكت الورثة، الدون، الإنسان اللي كان تقاف أو الإنسان اللي كان فرق مع مرتو كنخدمو الشمع وكنديرو الدون وربي كيجيب البركة وصافي. شكون هما الناس الطبقات اللي كيجيو عندك اخويا؟ والناس من كل بلاصه كيجيو، الناس كيتصلوا بيا. واخا يوسف، شحال انت كتمارس هذا المجال؟ انا راه من عندي قول شي 16 عام انا كنت مع المقدمات الاولين ومع مع المقدمين الاولين كما كنقولوا، مع الشريفيات الاولات المقدمات اللي كانوا كيديروا البركات ويديروا الليلات. ما دابا كثر هاد الشيء ولا بزاف، ولا عن النصابه اكثر، يا النصابه ولاو كنصبوا على الناس بزاف. يعني ولاو حتى النصابه كيستغلوا هاد المجال ديالكم اللي كتسموه نتوما المجال ديال العين. بزاف دابا اللي ناض كيلبس فوقيه كيقول لك انا راه عندي الجواد، عندي ان شاء الله، عندي هادي النصب. بزاف كاينين من الناس اللي بزاف تنصبوا عليهم، بزاف الناس اللي نصبوا عليهم فلوس صحيحه. واخا يوسف، شنو الطقوس اللي كتقدم؟ السؤال اللي كتقدم كنت تكلمنا على كل طقس اللي كتقدم للزبناء ديالك. و الكارت هادي غير حساب، الكارتا كتسمى حساب، فهمتيني؟ روحانية فهمتيني، كارتا كتسمى حساب غير هي والحساب ديالك. الله اللي كيشوف والله اللي كي الشباب ديالك. قبل ما تتوج لهذا المجال هذا، واش كنتي كتحس براسك اليوم من الشباب ديالك عادي قبل ما توصل لهذا المجال؟ كيفاش حتى ارتحتي انك تدخل لهذا المجال؟ انا كنت عادي الحمد لله، انا كنت عادي، كنت كنبيع ونشري، ما خليت ما دارت، بعت بزاف ديال، بعت وشريت، ما خليت ما دارت. تزوجت، كانت عندي واحد البنيه راه كانت في عمرها 17 عام، كانت توفات في الحريق ديال عين عوده، مده دابا جايه لشي 5 سنين باش توفات ليا، مشى معاك باس. وكانت توفات ليا تما داك الحريق ديال عين عوده، راه معروفه الناس اللي بغات تدخل وتشوف يدير حريق عين عوده. راه كانت توفات ليا بنتي عندها شي هنا الكازا السبيطار ديال ميريزكو، ومشيت وشتها مده ما عرفتش 7 ايام وانا كنمشي وكنراقب، وكاينين الناس اللي وقفوا معانا، كاينين المحسنين اللي وقفوا معانا على الدواء على بزاف ديال الحوايج. والنهار الاخر فاش جيت مع الصباح لقيتها توفات، ما عندي ما غندير، عطاها لينا الله، بغاها الله، ما عندنا ما غندير. دخلت لهاد المجال انا كنت صغير، كنت مع المقدمات ومع الشريفيات كي كانوا يديروا الليلات والبركات، كانوا المقدمات ديال بصح ماشي، كان بنادم كيشاور غير بالفرانك 400 ريال كيجي يحسب كارطه. دابا راه وليتي كتقول بنادم الكارطه كيقول لك نحسب لك 500 درهم 200 درهم 300 درهم باش كيشاوروا. دابا واش خدمت هذا بالكارطا؟ انا والله ما كنت تاوى معاهم، انا كيعيطوا لي صحاب برا كل واش كنقول لي انا ما كنتاواش على هذا الشيء، كل مره واش حكي صيفطوا لي 200 درهم كان لي 500، والله ما كنت تاوى معاهم من هذا المنبر هذا. دابا انت راك فقيه كيما نقولوا فقيه كيخدم بالتكنولوجيا، يعني الناس كيتواصلوا معاك من الخارج غير في الهاتف؟ في الهاتف. يعني غير من التليفون تواصل معاهم؟ من التليفون كنتواصلوا مع الناس. مغاربه ولا اجانب؟ بزاف كلشي اجانب، امريكان، فرنسا، طاليان، من اي دوله، خارج، الامارات، السعوديه، من اي بلاصه. واخا من غير الكارطه شنو كدير اخر؟ كندير الدون بحال شي وحده الا كانت قاطعه البحر كتعطي التصويره ديالها وسميتها سيد ما عندها شي سحر، كندير لها الدون، كنشد التصويره ديالها وكنديرها في اللدون، كنبيتها في المجمع عندي، كتنبخرها والصباح كنوض كنضرب ليها اللدون 3 مرات وكنحسب ليها في اللدون ديالها شنو هو عندها السحر او عندها شي حاجه، كاين اللي كيخرجوا ليها كتوبه في اللدون وداك الشيء.
صافي كنبقى نتباشر معاها في التليفون صافي، هادي هي الخدمه ديالنا. يعني كتقدم للسحر ولا شي حاجه؟ ما كان حتى شي حاجه، انا ما كنديرش حاجه ديال الخيوبه او نفرق هذا على هذا ولا شي حاجه، لا. كيعيطوا لي الناس اللي باغيين يشتوا العائلات، ولكن ما عنديش شي مدخله معاهم. باش نوضحوا للراي العام، وكاين اللي عنده واحد راه حنا في واحد المجتمع كما كتعرفوا، كاينين الناس اللي كيخدموا الخيوبه بوحدهم، وكاينين الناس اللي كيخدموا الحاجه ديال اللي كيجمعوا الناس راه بوحدهم. كل اللي عندهم داكشي رباني، وكل اللي عندهم داكشي الشيطاني. يجيو عندك الناس كيبغيو كاين شحال من وحده كتبغي تجي عندي، كان كتعيط ليا كنقول اختي بلا ما تجي عندي، حيت حنا كون بغينا داك الشيء وبغينا داك الشيء وغن داك الشيء ديال الخيوبه ما تلقانيش في هذا البيت. حتى كنت دخلتي وشتي شتي البيت كيدير، حنا راه عاكرين، ما كون جينا نصبوا على عباد الله باش 3 مليون 3 راه كون امك فيه الرونج والبارطما وما نعاودش لك وزيد وزيد. حنا الحمد لله ناكلوا بسلام وعايشين، وكنوكلوا معنا عباد الله، وكناكلوا شويه ونصدقوا شويه، وحتى ما كتشوف. وهادشي اللي سمعنا من الناس الجيران هنا ديالكم، ملي كنا جينا كنسولوا على العنوان ديالكم، قلنا سيروا عند ذاك السيد راه كيدير خير، والله الا بدوني فاق يوسف، والله العظيم شكون اللي قال علينا؟ قال ذاك السيد راه هذوك الشيء اللي كيدير كيفرقوا عندي تماما في سبيل الله. يعني كتوقف مع الناس بزاف جيراني الله يعمرها دار، ما عمرني سمعت منهم شي حاجه بخير وعلى خير، وكنا كنديروا شي حاجه خايبه راه. مرحبا. هو الزبون او الزبون اللي جات عندك وقدمت لها الخدمات اللي كتقدم وعطاتك اغلى ثمن، شنو هو اغلى ثمن خديتي من عند شي زبون ولا شي زبون؟ وحده كنت خدمت ليها كانت بغات تفرق هي وولادها، وقفت معاها ودرت ليها الدون وسكت الوالاته وعطيتها شي طباطيل داتو معاها، ورجعت هي وراجلها كان عندهم السحر، وما قصراتش مسكينه تعاونت معايا بزاف، كون عطاتني شي 10000 درهم بحال ما هكاك. اغلى ثمن، اغلى ثمن مقابل الخدمات اللي قدمتي لها. وكانت في العيد صارت لي فلوس العيد مع 52 ولا ما عرفتش. الطوالات اخويا دابا كاينين الناس كيمشيو غير، كاينين الناس شي وحدين دابا ناضوا كيمشيو كياخذوا غير يمشيو للسوق، وحنا كما كنقولوا حنا عندنا الشوطيه ديال المسيره، كيمشي كيبان لي فاس كياخذوا، كتبان لي عتله كياخذها، كتبان لي ساقطه او عتله او منجل او صفيح او داك الجام او الخرصه ديال العجل او شي حاجه. لا داك الشيء خاص يكون ديال الوراثه، خاصو يمشي لشي بحال قلنا مشى للدكاله شي دار بقاو فيها غير الوراثه، من كيمشي لهذيك الدار اللي فيها الوراثه كياخذ من عندهم او المنجل او الفاس ديال الوراثه او العتله او الصوارت القدام الاولين ديال الوراثه او الصفيح ديال العودات، ولا او عود كان عندهم بكري قديم كيكونوا اللي يحل لي الصفيحه ديالو فوق الزان كما كنقولوا حنا، او داكشي نعرف الناس ديال بكري كيبقى عندهم داكشي قديم وداكشي. هذا ديال الوراثه، خاص داكشي ديال الوراثه، ماشي غيمشي للجوطيه ياخذ فاس او ياخذ هادي ويجمعهم ويدير لهم السلسله ويقفل ويحطهم ويبدا يدير لهم العباد الله في التباطيل، راه ما كيطلعش هذاك الشيء، خاص داك الشيء يكون اصلي ديال الوراثه. مرحبا يوسف، واش ممكن تعطينا رقم الهاتف ديالك؟ مرحبا. اللي بغى النمره، اللي بغى النمره يقيدها الخوت 07 07 09 25 07 53. باش نذكروا الناس المشاهدين اللي عاد التحقوا بنا في هذا البث المباشر اللي ما تبعوش من الاول، فين شنو كتقدم الخدمات ديالك وشحال كتخدم اخويا؟ كل خدمه وخدمتها. اشرح لينا في اخر كلمه. انا كل خدمه وخدمتها، داك الشيء كل العمل ديالها الشمع بوحدو يعني التباطيل، التباطيل بوحدو، الشمع بوحدو، الدون بوحدو، سكت الوالده بوحدها، كل حاجه والثمن ديالها. شي كلمه اخيره تبارك الله. وكنقول من هذا المنبر الخوت والحباب الله يفاجي عليهم والله يفرحهم، اللي ناوي شي غرض الله يقضي ليه، واللي باقى بلا جواج الله يفرحها والله يوقف علامها،
واللي في الغربه معكسي لي شوراق الله يجعلهم يطبعوا في الغيب الله يفاجئ عليهم، والقناه هي الله يسهل عليهم والله يفرحهم الله يفاجئ عليهم على كل واحد، والخوت والحباب الله يفاجئ على كل واحد، وتحيه لخوتي داخل الوطن وخارج الوطن. وشكرا لنا مره اخرى على الاستضافه. اذا مشاهدين قناه نيشان الان اليوم عرفتوا معنا هذا العالم ديال العالم الروحانيات مع يوسف ولد ام عائشه، اللي عرفتوا الخدمات اللي كيقدم، كيقول على انه كيدير الكارطه، كيدير الدون، كيدير سكه الورثه، كيفك السحر. هو كيقول وكيدعي على انه ما كيديرش شي حاجه ديال السحر، فهو فقط كيحاول انه يساعد الناس باش انهم يفكوا السحر. وضعنا رقم الهاتف ديالو باش ان اللي بغى يتواصل معاه يتواصل معاه، لكن بزاف ديال الناس انهم كيحاولوا انهم كيستعنوا بهاد الناس هادو. كانت واحد الثقافه قديمه ان الناس القدام كانوا كيستعنوا بهادشي ديال الروحانيات وهادشي ديال